السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس السادس اللي هو القسمة من الصف الثالث الترم الثاني. هنتعلم النهاردة درس جديد وهو قسمة عدد على آخر مكون من رقم واحد. هنتعلم إزاي نقسم العدد بمعلومة قيمة كل رقم في كل خانة وهنوصل ناتج إن شاء الله صح. وهناخد كمان طريقة تانية اللي هي طريقة سهلة إن إحنا نقسم من الشمال. إن خلي بالكم بالنسبة للجمع والضرب بنبدأ العملية من اليمين، أما بالنسبة للقسمة بنبدأ منين؟ من الشمال يعني على يسار العدد. وهناخد مسائل لفظية وهنضرب مع بعض ويلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد النهارده إن شاء الله ده السادس اللي هو القسمة اللي هو آخر درس في الوحدة الأولى. بيقول لنا إيه؟ في إحدى المكتبات يُراد توزيع 484 كتابًا على أربعة رفوف بالتساوي مع عدد الكتب التي توضع في كل رف. تعالى نفهم المسألة كويس. أنا عندي 484 كتاب محطوطين على أربع رفوف، عايز أعرف كل رف يبقى نصيبه كام من 484؟ بنعمل عملية اسمها عملية إيه؟ عملية قسمة. ليه؟ لأن العدد عندي هيصغر، لأن أنا عايز أعرف، عايز أقسم يعني عايز أوزع 484 دول على أربع رفوف، فكل طبعًا رف هياخد مجموعة من الكتب. وهياخد مجموعة من الكتب طبعًا أقل من عدد الإيه؟ الكتب الكلية. فنعرف دلوقتي بيتعمل ازاي. عندنا مثلا 400 زي احنا شايفينها قدامنا 484 على الاربعة. في عندنا الطريقة اللي هي بجيب بقسم عن طريق معرفة قيمة كل رقم، يعني الاربعة في المائة بكام؟ ب400، 8 في العشرات 80، 4 في الاحاد ب4. ال 400 دي معناها ايه؟ 4 مئات، برافو. وال 80 دي معناها ايه؟ 8 عشرات، والاربعة معناها 4 احاد. فانا لو اخدت الاربع مئات اللي هي اللي على الشمال دي وقسمتها على الاربعة، اربعة على الاربعة يديني واحد، يعني واحد يعني واحد مية، مية واحدة. اربع مئات على الاربعة يديني مية واحدة، مية. هاخد بعد كده خانة العشرات، تمن عشرات على الاربعة، تمانية على الاربعة فاللي اتنين، اتنين ايه؟ اتنين عشرات، يعني عشرتين. العشرتين بكام؟ بعشرين. اخد بعد كده خانة الاحاد اللي هي الاربعة، اربعة على الاربعة فالايه؟ الواحد، ده خانة الاحاد طبعا. فيكون عدد الكتب بكل رف، خانة المئات كانت طلعت 100 لما قسمت 400 على 4، خانة العشرات طلعت 20 لما قسمت 80 على 4، خانة الأحاد طلعت 1 لما قسمت 4 على 4، فلما أجمع الرقم ده هيديني إيه؟ 121. إزاي؟ خانة الأحاد 1، خانة العشرات 2، خانة المئات 100، 121 كتابًا. ولو برضه عايز أعملها بطريقة عادية 0 و0 و1 ولا 1، 0 و2 مفيش حاجة يبقى 2، خانة المئات 1 مفيش مئات مفيش مئات يبقى 1، يبقى 121 كتابا. يعني 484 على 4 بيساوي كام؟ 121. طب هل في طريقة تانية ممكن نعمل بيها؟ اللي هي ازاي؟ اللي اكتب اهو 484 على 4. لما اجي اقسم يا ولاد بقسم من ناحية الشمال، يعني اخر عدد 4 على 4 فالواحد، احط الناتج بتاعه برضه في الشمال على اليسار. 8 على 4 فيها كام؟ فيها الاثنين. ليه؟ عشان 2 في 4 ب 8، برافو. طب 4 على 4 برضه فالواحد، من اي عدد على زيه ايه؟ على نفسه بكام؟ هيطلع ناتج برضه 121. شوف التمرين اللي بعده. زي ما احنا شايفين برضه نفس الكلام اهو، 393 على 3، 3 في خانة المئات ب 300، و9 في خانة العشرات ب 90، و6 في خانة الاحاد ب 6. يعني بفك الرقم اللي عندي بقيمة كل رقم وابدا اقسم 300 على 3 اللي هي خانة المئات، 3 على 3 فال 1 والصفرين ينزلوا، لان 0 على 3 فال 0 و0 على 3 فال 0. 300 على 3 300، لما اجي اقسمه على 3 كان معايا 300 جنيه، عايز اقسمه على 3 يبقى كل واحد نصيبه كام؟ 100 جنيه. ف 300 على 3 فال 100، و90 على 3 طبعا فال 30. طب بنعملها ازاي برضه؟ بقسم الشمال 9 على 3 فال 3. ليه؟ عشان 3 في 3 ب 9، و0 على 3 فال ايه؟ الصفر، لان صفر على اي حاجه بصفر. هاخد خانه الاحاد 6 على 3 فال 2، يبقى انا كده عندي الرقم مكون من خانه الاحاد ل 2 وخانه العشرات 30 وخانه المئات كام؟ 100. فلما اجي اجمعهم طبعا بجمعهم من غير الاصفار بتاعتهم، بينزل كل واحد في كام؟ في خانته. ال 2 في الاحاد ب 2، 30 في العشرات ب 3، 1 في المئات ب 1، يبقى كام؟ 132. ولو هقسم بالطريقه العاديه زي ما قلنا 3 على 3 فال 1 اهوت على الشمال، 9 على 3 فال 3 عشان 3 في 3 ب 9، 6 على 3 فال 2 ليه؟ عشان 2 في 3 ب 6، يطلع نفس الناتج. برضه هنا ال 284 على ال 2 قسمناها 2 في خانه المئات ب 200، 8 في خانه العشرات 80، 4 في خانه الاحاد ب 4، هنقسمها يلا 200 على ال 2، يعني عايز نص ال 200، لان اي حاجه اسمها 2 انا عايز نصها. 2 على 2 فال 100، وممكن اقسم 2 على 2 فال 1، وصفر على اي حاجه فال 0، 0 على 2 فال 0، 0 2 على 2 فال 0، يعني صفرين على اي حاجه ينزل زي ما هم الصفرين. نيجي خانه العشرات 80 على 2، يعني برضه عايز اجيب نص ال 80، نص 80 كام؟ 40، برافو.
ولو قسمت من الشمال 8 على 2 فيها 4 و0 على 2 فيها 0، طب 4 على 2 فيها كام؟ 2 خانة الآحاد. يبقى لما أجي أجمعهم بقى 2 في خانة الآحاد أهي، خانة العشرات 4 تنزل من غير الصفر بتاعها في مكانها في بيتها، خانة المئات 100 تنزل 1 في إيه؟ في مكانها 142. تعالى نعملها بالطريقة التانية، 2 على 2 فيها 1، 8 على 2 فيها 4 عشان 2 في 4 8، 4 على 2 فيها 2 ليه؟ عشان 2 في 2 ب 4. ناخد التمرين الثالث، 848 على 4، طبعا 8 في خانه، انا قلت كده نطقت قلت ايه 800، يبقى خانه المئات هنا كام؟ 800، وخانه العشرات كام؟ 40، وخانه الاحاد كام؟ 8. طب انا بقسم على ايه؟ ما احنا بنقسم على عدد واحد اللي هو مين؟ الاربعه، ما بيتغيرش. طب 800 على 4 يعني عايز اجيب ربع الحاجه، اما اقسم على 4 بجيب ربعها، ربع ال 800 كام؟ برافو 200 شطار. طب تعالى ناخدها واحده واحده، 8 على 4 فيها 2 عشان 2 في 4 ب 8، 0 على 4 فيها 0، 0 على 4 فيها 0، نيجي خانه العشرات 40 على 4، يعني عايز اقسم ال 40 لاربع اجزاء، يبقى الجزء الواحد بكام؟ ايوه برافو شطار ب 10، او اجيب ربع ال 40، ولو عملناها بالطريقه العاديه 4 على 4 فيها 1 والصفر ايه؟ ينزل. طب 8 احد على 4 فيها كام؟ فيها 2، برافو. تعال نجمع رقم بقى ونحط كل رقم في خانته، 2 في الاحاد ب 2، خانه العشرات 10 ينزل 1، خانه المئات 200 انزل كام؟ 2، بقت 200 وكام؟ و12، برافو. لو عملناها برضه بالطريقه العاديه 8 على 4 فيها 2، 4 على 4 فيها 1، 8 على 4 فيها 2، طبعا عشان في 2 في 4 ب 8 هيطلع نفس الناتج بتاعي. ناخد التمرين اللي بعده. دلوقتي احنا عايزين بقى نجيب ناتج العمليات الاتيه، عمليات القسمه الاتيه. هنشتغل بقى بالطريقه العاديه على طول بقى، خلاص احنا فهمنا الطريقه اللي بقسم فيها كل رقم لخاناته. دلوقتي هنشتغل بالطريقه العاديه اللي محل بقى في الامتحان. هبدا طبعا من ناحيه اليسار، واحد يبدا من اليمين غلط، ابدا من الشمال. ولما اجي ابدا اقول 9 على 3، مش 3 على 9، ما ينفعش اقسم الصغير على الكبير. 9 على 3 فيها 3 على الشمال، برافو، عشان 3 في 3 ب 9، 6 على 3 فيها 2، 3 على 3 فيها 1، تمام. ولو عايز تاكد اضرب 3 في 1 ب 3، بس ما اجي اضرب بضرب منين؟ من اليمين. 3 في 1 ب 3، 3 في 2 ب 6، 3 في 3 ب 9، يبقى انا كده اتاكدت من ايه؟ من حلي. هنا 4 على 2 فيها 2 تمام، عشان 2 في 2 ب 4، 6 على 2 فيها 3 ليه؟ عشان 3 في 2 ب 6، وانت بتحل قول كده عشان انت ايه؟ تقرب نفسك. 0 على 2 فيها 0 يطلع عدد كام؟ 230. طب نيجي هنا 8 في المئات على 4 فيها 2، لان 2 في 4 ب 8، برافو. 0 على 4 فيها 0 ليه؟ عشان 0 في 4 ب 0، 4 على 4 فيها الواحد، اي عدد على زيه بواحد، عشان 1 في 4 ب 4 يطلع كام؟ 201. ناخد بقى ايه؟ الاف، 6482 على 2، نفس الموضوع ما اخافش، ابدا من الشمال برضه عادي خالص. 6 على 2 فيها كام؟ فيها 3، برافو، عشان 3 في 2 ب 6، و4 على 2 فيها 2 عشان 2 في 2 ب 4، 8 على 2 بمشي بالترتيب يا جماعه، رقم رقم من ناحيه الشمال. 8 على 2 فيها 4 ليه؟ ايوه قول لنفسك كده وحل، عشان 4 في 2 ب 8. 2 على 2 فيها كام؟ فيها 1، بيطلع ناتج كام؟ 3241. طب تعالى ناخد التمرين اللي بعده. 9 على 3، برافو، 3 خلاص عرفناه، دي بقى محفوظ صم بقى ما انساش. 9 على 3 فيها 3 ليه؟ عشان 3 في 3 ب 9. و3 على 3 اي رقم على زيه بكام؟ ب 1. صفرين ينزل الصفرين مكان، لان 0 على 3 ب 0 و0 على 3 ب 0، فما الاقي اصفار في الاخر على اي حاجه بتنزل في ايه؟ في مكانها. طيب نيجي هنا 7070، طبعا الرقم ده طلع كام عندي؟ 3100. 7070 على 7 ده بقى مساله بسيطه خالص وجميله خالص. 7 على 7 فيها 1، 0 على 7 فيها 0، 7 على 7 فيها 1، 0 على 7 فيها 0، يطلع عندي كام؟ 1010، لان خانه المئات ما بتتنطقش. 1000 وايه؟ و10. شوف التمرين الثاني. هنا بقى برضه من الشمال، 6 على 2 فيها كام يا اولاد؟ فيها 3، برافو. 2 على 2 فيها كام؟ فيها 1، 4 على 2 فيها الايه؟ فيها 2. لو عايز تاكد اضرب كده ده في ده. 2 في 2 ب 4، 2 في 1 ب 2، 2 في 3 ب 6، يبقى انت حليت صح. طب نيجي هنا، طبعا العدد كله زي بعضه فيبقى سهل خالص. 6 على 6 فيها 1، 6 على 6 فيها 1، 6 على 6 فيها 1 يبقى 111، لان الاعداد كلها زي بعضها، فاي حاجه تقسم على 6 طالما زي بعضها يطلع بكام؟ ب 1. طالما رقم هو هو فيها 1، يعني مثلا 9 على 9 فيها 1، 10 على 10 فيها 1، 5 على 5 فيها 1، اي رقم على زيه فيها 1. برضه نفس الموضوع، 911 على 9 خلاص سهل خالص، بقت 111 على طول، ان الاعداد زي بعضها على نفس الرقم. 800 على 2، 8 على 2 فيها 4 والصفرين ينزلوا، اتفقنا خلاص. طب قسمت رقم 8 على 4 على 2 فيها 4، وطالما اصفار اصفار تنزل في ايه؟ في مكانها. هنا 4 على 2 فيها 2 على الشمال، 6 على 2 فيها 3، برافو، 8 على 2 فيها 4، 2 على 2 فيها الايه؟ فيها 1. 55 على 5، 50 متكررين، ودي 5 زي ما هي هي نفس الرقم، يبقى 11 على طول، لان 5 على 5 فيها 1، و5 على 5 فيها 1، والصفرين يحصل لهم ايه؟ ينزلوا، لان 0 على 5 فيها 0، 0 على 5 فيها 0 طلعت كام؟ 1100. طب 8044 على 4، ناخد من الشمال كده 8 على 4 فيها 2، 0 على 4 فيها 0،
4 ل 4 فايل 1، 4 ل 4 فايل 1 يطلع 2011. اعتقد الموضوع بقى سهل جدا، وانه لو عايز اتاكد من حلنا اضرب الاربعه في الناتج اللي انت جبته، شوف هيطلع المقسوم ولا لا. 4 في 1 ب 4، 4 في 1 ب 4، 4 في 0 ب 0، 4 في 2 ب 8، طلع نفس الناتج. طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا عندنا هنا عمليه القسمه دي اسمها ايه يا اولاد؟ ده اسمها المقسوم، ودي ايه؟ علامه القسمه. امال ده اسمه ايه يا اولاد؟ المقسوم عليه، اللي بقسم عليه. واللي بيطلع ده اسمه ايه؟ خارج القسمه او ناتج القسمه. يبقى احنا عندنا ايه؟ اربع حاجات، مقسوم اول عدد ده من هو الكبير طبعا اللي بيتقسم اللي انا عايز اقسمه، علامه القسمه، المقسوم عليه شوف عايز اقسم على الكام، والناتج بتاع القسمه بتاعي اللي بقى يكون بعد علامه يساوي. شوف بقى كده مين اللي بعده. دي انا شكل تاني للقسمه يا شباب زي ما احنا شايفين، بس بقى ايه العلامه اللي هي بتاعت ايه؟ كان علامه اسمها علامه القسمه المطوله. برضه بقدم الشمال 6 على 2 بكتب فوق بقى الناتج بيتحط فوق على الشمال بقى فيها 3، 2 على 2 فال 1، 4 على 2 فال 2 312. هنا 9 على 3 فال 3، 3 على 3 فال 1، 6 على 3 فال 2. 500 على 5 خلاص بقت معروفه، 500 على 5 فال 100، عشان 5 على 5 فال 1 والصفرين ايه؟ ينزلوا. هنا 2 على 2 فال 1، 0 على 2 فال 0، 8 على 2 فال 4، 4 على 2 فال 2، يبقى 1042. تعال بقى نشوف هنا بقى، خد بالك بقى، 1 على 4، واحد يقول 4 غلط، اللي يقول 4 لا غلط. ليه؟ لان احنا كده بنقسم صغير على الكبير. امال اعمل ايه يا استاذ ايمن؟ لا، لما يكون بقاسم صغير على الكبير ما ينفعش، المفروض فيها الصفر صفر واخد اللي جنبه معاه، بس صفر على الشمال ملوش قيمه عشان كده مش مهم احطه، طالما على شمال العدد. اخدت اللي جنبه معاه بنحفظها كده صم، صغير على الكبير فيها الصفر واخد اللي جنبه معاه. 16 بقى على 4 فيها الكام؟ فيها 4، لان الصفر على الشمال مش هيبقى قيمه اهو. طب صفر على 4 فيها الصفر، اي صفر على اي حاجه بايه؟ بصفر. 8 على 4 فال 2 يبقى طلع كام؟ 402. طب اكد كده، تعالى نضرب اهي 4 في 2 ب 8، 4 في 0 ب 0، 4 في 4 ب 16 احنا حلينا صح. يلا 3 على 6، هو حد يقول 2 غلط، ما ننساش صغير على الكبير فيها ايه؟ فيها الصفر، ياخد اللي جنبه معاه، عايز تكتبه اكتبه، مش عايز تكتبه ما تكتبوش، وعلى الشمال ما يملوش قيمه، خد اللي جنبه معاه. 36 على 6 برافو، فيها 6 عشان 6 في 6 ب 36. 6 على 6 فيها 1، 0 على 6 فيها الصفر، ولو ضربت تلاقي الحل بتاعنا صح. هنا برضه نفس الموضوع ده، 1 على 7، اوعى اقول 7، اوعى، صغير على الكبير ما ينفعش، فيها الصفر ياخد اللي جنبه معاه، وطالما على الشمال في بدايه العدد مش مهم اكتب الصفر. 14 على 7 خدت اللي جنبه معاه خلاص، 14 على 7 فيها ال 2، 0 على 7 فيها الصفر، 7 على 7 فيها ال 1. 9 على 9 فيها ال 1، خلاص هي سهله دي، رقم على الزر فيها ال 1 والاصفار بتنزل، 9 على 9 فيها الايه ال 1؟ ليه الاصفار نزلت؟ عشان 0 على 9 فيها الصفر، و 0 على 9 فيها الصفر. هنا 2 على 4 برضه ما نغلطش، ما حدش يقول 2، ده صغير على الكبير فيها الصفر ياخد اللي جنبه ايه؟ معاه. 24 على 4 فيها 6، ليه؟ عشان 6 في 4 ب 24، و 8 على 4 فيها ال 2، ليه؟ عشان 2 في 4 ب 8. ناخد التمرين اللي بعده. خارج قسمة 505 على 5 هو ايه؟ طبعا كلمة خارج قسمة يعني عايز اجيب الناتج القسمة، عايز اجيب ناتج القسمة. وعلى دي اللي هي علامة العدد، كأنها قسمة عادي. 5 على 5 فيها 1، 0 على 5 فيها 0، 5 على 5 فيها 1 يطلع 101. طب خارج قسمة 246 على ال 2 هي برضه اقسم الشمال، 2 على 2 فيها 1، 4 على 2 فيها 2 عشان 2 في 2 ب 4، 6 على 2 فيها 3. امال المساله زي جيم دي بنحلها ازاي يا شباب؟ لما يعني اكون عايز اجيب المقسوم وعندي المقسوم عليه وخارج القسم وحبيت اجيب المقسوم، بضرب ده في ده زي ما احنا اتعلمنا. 2 بس لما اجي اضرب من خانه الايه اليمين من الاحاد، 2 في 2 ب 4، 2 في 3 ب 6 ب 64، برضه نفس الموضوع هنا هضرب ده في ده. 3 في 3 ب 9، 3 في 0 ب 0، 3 في 2 ب 6، برضه هنا هضرب ده في ده. 5 في 1 ب 5، 5 في 2 ب 10، نفس الموضوع. 3 في 3 واحد يكتب 1 1 1 يبقى غلط. ليه؟ انا عايز اجيب مقسوم، مقسوم لازم يكون كبير. لو كنت كتبت 111 لو عملت كده اهوت 111 غلط، المفروض ده بقسمه. ازاي لما اقسم حاجه يطلع ايه؟ اكبر منها، يبقى الحل ده غلط، لان المفروض لما اجي احل عشان اجيب المقسوم بعمل ايه يا شباب؟ بضرب المقسوم عليه في خارج القسم، يعني هضرب ده في ده. 3 في 3 9، 3 في 3 ب 9، 3 في 3 ب 9 ب 999. طب نشوف مساله لفظيه دي. ده تاجر انا قطع 626 قطعه حلوى في كيسين بحيث يحتوي كل كيس على نفس عدد القطع. يعني انا عندي كيسين عايز اقسم ال 626 دي على كيسين بالظبط، يعني اقسم على اثنين، وعايز طبعا اكيد طالما هقسم على اثنين وقسمه
متساويه، لازم كل كيس يبقى فيه نفس عدد متساوي من نفس ايه عدد القطع الاخر. طب تعال نشوف كده نعملها ازاي. هكتب 626 اللي عندي في المساله والراجل عايز يقسمها في كيسين، يعني على الاثنين، هقسم على الاثنين. ابدا من الشمال 6 على 2 مئات، يلا مع بعض 6 على 2 فيها 3 بيقف في خانه المئات، وحد يحط في الاحاد غلط. العشرات 2 على 2 فيها الواحد، عشان 1 في 2 ب 2، 6 على 2 برضه فيها 3، يبقى كل كيس هيبقى فيه كام قطعه؟ 313 قطعه حلوه. شوف التمرين اللي بعده. وزع والد ساميه، خد بالك بقى، وزع والد ساميه، وزع دي يعني قسم، يعني هنقسم. وزع والد ساميه ومريم مبلغ 226 جنيه على عليهما بالتساوي. يعني بالتساوي يعني كل واحده هتاخد زي الثانيه بالظبط، نفس النصيب، ما حد لا ياخد اكتر ولا اقل. طب وقال لك خد بالك بقى، انا هاجي اقسم على الكام؟ واحد يونس ايمن، طب انا هقسم على الكام؟ انا عندي عارف رقم اللي هيتقسم هو 226، بس ما ادناش رقم ثاني في المساله. لا خد بالك، ما هو قال لك مش لازم يديك رقم حسابي، مش لازم يديك رقم عددي. قال لك ساميه ومريم هم كام واحده دول؟ اثنين اخوات اهم، اثنين. يبقى انا هقسم على الاثنين، يبقى انا مش شرط يدينا عدد، لكن ممكن يدينا اسامي اطلع منها العدد. لو ادينا مثلا وزع على ساميه ومريم وعلاء يبقى اقسم على الثلاثه، ساميه ومريم بس زي ما سالنا عندنا بقى اقسم على الاثنين. نبدا من الشمال زي ما احنا اتعودنا، 2 على 2 فيها الكام؟ فيها الواحد، برافو. اخد خانه العشره برضه 2 على 2 فيها الكام؟ فيها الواحد. 6 على 2 فيها الكام؟ فيها الثلاثه، يعني 113 ايه؟ جنيه. واحد ينسى التمييز، بجيبه منين؟ اللي عايز اوزعه هنا كان عايز 29 جنيه، يبقى التمييز عندي ايه؟ جنيه. طيب مدرسه ابتدائيه بها 9 فصول متساويه العدد، يعني كل فصل زي الثاني بالظبط. فاذا كان عدد التلاميذ الكل 450 تلميذ، فما عدد تلاميذ الفصل الواحد؟ عدد تلاميذ الفصل الايه؟ الواحد. معنى كده عايز يعمل ايه؟ عايز يقسم يا اولاد 450 اللي هو تلاميذ المدرسه كلها على التسع فصول المتساويه، خد بالك، يعني كل فصل يبقى زي الثاني. فما اجي اقسم برضه زي ما احنا عارفين بقسم من الشمال 4 على 9 صغير على الكبير ما ينفعش، فوت فيها الصفر واخد اللي جنبه مع الصفر على الشمال عدد ملوش قيمه، هاخد اللي جنبه. 45 على 9 فيها الخمسه، وصفر على 9 فيها الصفر، هيبقى كل فصل فيه كام؟ 50. 50 ايه؟ هو حد ينسى؟ هو بيقول عدد تلاميذ الفصل، يبقى 50 ايه؟ 50 تلميذ. 50 ايه؟ تلميذ. شطار يا ولاد، برافو. شوف بعد كده، فتم تطعيم عدد متساوي من الاطفال ضد شلل الاطفال في احد مكاتب الصحه، فتم تطعيم 328 طفلا في 8 ايام، كم عدد الاطفال اللي تم تطعيمهم في 5 ايام؟ خد بالك يا ولاد، عشان اجيب الاطفال الطعام في 5 ايام ما اقدرش اجيبهم الا لما الاول اجيب لي الطعام في اليوم الواحد، عشان اعرف كل يوم الطعام كم تلميذ، كم طفل يعني. فانا عشان اعملها ازاي؟ اجيب الرقم اللي عندي ده واقسمه على الثمانيه. فعدد الاطفال طعامهم في اليوم الواحد اول حاجه اقول ايه؟ 328 على الثمانيه. طبعا اقسم الشمال 3 على 8 صغير كده ما ينفعش، فالصفر ياخد اللي جنبه معاه. 32 على 8 فيها ال 4، عشان 4 في 8 ب 32، برافو. 8 على 8 فيها الواحد، يبقى انا هطعم كام طفل يوم الواحد؟ 41 طفل. طب في الخمس ايام بقى، يبقى برضه اقول عدد الاطفال اللي طعموا في ايه؟ تم تطعيمهم، معلش هو القلم ايه؟ بيلحم بعضه شويه، في 5 ايام. هو ماخد بقى للطعام في اليوم الواحد دول يا اولاد ل 41، واضربها في كام؟ في 5. ما انا ممكن اجمع 41 كام؟ 5 مرات، صح؟ ما هو ده اللي طعم في اليوم الواحد في الخمس ايام، اجمع 41 5 مرات. بس انا مش هقعد اعمل كل ده كتير قوي، لا انا اضرب 5 في 41. يلا من الشمال كده، قصدي اضرب من اليمين، قصدي ما اضرب 5 في 1 ب 5، 5 في 24 يبقى كام؟ طعمت في الخمس ايام 205 طفلا. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني. اتعلمنا الوقت درس الاسم اللي هو اسم تعدد على الاخر مكون من رقم واحد، وعرفنا ان احنا ازاي بنقسم من الشمال من يسار عدد بقيمه كل رقم، واخدنا مسائل لفظيه واخدنا اشكال مختلفه للقسمه ازاي ان احنا نعملها بكذا طريقه، وان شاء الله تكونوا فهمتوا وقيت نحل كويس تمارين كتير على القسمه عشان نوصل لمستوى كويس. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب ولايك للقناه. السلام عليكم.